ده هياخدنا في الحقيقة إلى إن إحنا عايزين نضع يا دكتور حاتم يعني كتعريف هكذا، إذا كان هذا هو المسار الصحيح التي يعني انطلقت منه الرسالة، نعم، فكيف حدث الانحراف عن هذا الطريق وعن هذا المسار، وهل من تعريف للانحلال الأخلاقي مثلا؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، الإسلام من اللحظة الأولى كما تفضل مولانا الشيخ نشأت ودين أخلاقي بامتياز، نعم، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة أخلاقية بامتياز، نعم، حتى إنه عبر عن ذلك تعبيرا قاطعا واضحا ساطعا كالشمس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الأرض فيها شيء من مكارم الأخلاق، لكنها ليست مكارم الأخلاق كاملة. كان في أخلاق في الجاهلية، يعني في طبعا في شهامة، في نجدة، في رجولة، في حسن مروءة. جوار، في مروءة، تمام، لكن مثلا ما فيش حياء، نعم، ما فيش رحمة بالضعيف. نقول كمال الحياء، كان في حياء بس نسبي، كمال الحياء، كمال الكرم، نعم، كمال العلم، تمام، صحيح، هو يعني ده تمامه. لا، أنا أقصد إنه مثلا عبارة الحديث لأتمم، أقصد إنه مثلا العرب لم تكن تتحرج ولا تستحي أن تكون هناك رايات حمراء ودور لصواحب الرايات الحمراء، وجد لا. هذا وجد هذا، نعم، لكن نعم، الإسلام صحيح. جاي ينفي نعم. هذا عن مجتمعه تماما، نعم، صحيح، جاي حتى لا يوجد هذا. فرسالة الإسلام جاءت لتتمم بنيان الأخلاق، صحيح، ومكارم الأخلاق في الأرض، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وخاف النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الناس، صلى الله عليه وسلم، هذه الأمانة الثقيلة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ماذا قالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاه؟ والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ ثم ساقت جملة من مكارم الأخلاق التي اتسم وتميز وعرف بها رسول الله في مجتمعه، نعم، صلى الله عليه وسلم، إنك لا تكسب المعدوم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، الله، يا سلام، والله الرحم، وتصل الرحم، والله لا يخزيك الله أبدا، لأنه من كان شأنه هذه الأخلاق لا يمكن يخزى ولا يعني يضل. نعم. الأمر الآخر إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، يعني كل رسالة سماوية جاءت بنفس الأخلاق لكن لها قيمة أخلاقية مركزية تميزت بها، تتميز بها. وقال إن القيمة الأخلاقية المركزية الجاية تمثل سمت الأمة المسلمة هي قيمة الحياء، نعم. ومن ثم فإن الذين أرادوا أن يهاجموا منظومة الأخلاق في الإسلام بأي خلق يبدأون؟ بما يميز هذه الأمة، نعم، فتبدأ الحملة دائما على حياء هذه الأمة، الذين يريدون حرف هذه الأمة عن مسارها ويريدون لها أن تشيع فيها الفاحشة وأن يسود الانحلال الأخلاقي، الفوضى الأخلاقية، دائما يبدأون بخلق الحياء، دائما يبحثون عن عري المرأة، يحاربون الحجاب، يجرئون المرأة على العلاقات خارج مؤسسة الزواج، يحرضون الشباب على ذلك، يصورون هذا على أنه تطور وتمدن وتحضر، والأمم كلها بيحصل فيها كده، اشمعنا احنا اللي هنفضل خارج سياق التطور، نعم، الحديث والعصرانية التي تعيشها البشرية. والحقيقة أنه ما فيش أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بالتحضر والتقدم العلمي والتمدن والكلام ده كله وبين الفوضى الأخلاقية، بل هي نقيض لأي قيمة حضارية، نعم، صحيح. فهم لا يريدون تقدمنا، يريدون هدم هذه المجتمعات فوق رؤوس أصحابها، نعم.